فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. حفظكم ربي، أنتم أهل الخير، كم أحبكم في الله، كم أسعد وأنا خادم لكم تحت أقدامكم. يقول المصنف حدثنا أبو معاوية محمد الخازم الضري: أثبت الناس في الأعمش يضطرب في غيره، وهو أيضا يرى الإرجاء عن الأعمش، عد عليه بنواجز الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وهذا شيخ يعني ملازم له، عن علقمة بن وقاص قال: جاء رجل ابن اسود قال رجل الى جاء رجل الى عمر بن الخطاب وابو عرفه، قال ابو معاويه حدثنا الاعمش عن خثامه عن خصم بن مران انه اتى عمر قال: جئت يا امير المؤمنين من الكوفه وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب وانتفخ حتى كاد يملا ما بين شعبتي الرحل، يعني المساله صارت عظيمه عنده. فقال: ومن هو؟ قال: ويحك. قال: عبد الله بن مسعود. قال: فما زال يطفئ ويسري عنه الغضب. يعني اول ما قال عبد الله بن مسعود علم انها لاهلها، علم أنها لأهلها. رضي الله عنك يا دكتورة سهام، الجزائر تفتخر بمثلك أيضا. وأتشرف بذلك يا معاذ، وأتشرف جدا بهذا. حفظك ربي، أنا أحبك ونحب كل المغاربة التي على شكلتك وشكلة الأحمدي وأبي عمر وشكلة أبي عمر، أنتم أفاضل. وهاجر وسناء أزنود وأيضا منار، نساء بآلاف من الرجال، وأم صالح وتد أصلا في الدعوة وفي الفضل. أنتم أهل رقي صراحة، أنتم أهل رقي. يا رب يرضى عنكم ويجعلكم أهل الخير الذين نصر الله بهم الملة. اللهم أمين يا رب العالمين. أبدا. صفية بقى، صفية صاحبة أعاجيب الملح من النصايح في الجزائر. الجزائر بقى، نساء الجزائر انا تاكدت يعني لهن فضل ورفعه اعجب من العجب. هذا فضل الله حقيقه. المواقف تسفر عن فضل كل منطقه من اهلها الافاضل الاكارم الرفعاء. اللهم مكن الدين بهم يا رب. اللهم مكن بهم الدين يا رب العالمين. اللهم مكن بهم الدين والسنه يا رب العالمين. حفظكم ربي واحسن الله اليكم ورفع الله مقامكم. حفظكم ربي. بل والله يا احمدي اتشرف، وانا تراني احب زي المغربي كثيرا البسه، وايضا الجزائري واهل تونس وليبيا، فيكم الخير. كم اعشق لكنتكم واعشق ما انتم فيه من قوه وشهامه ومروءه ونصره للدين. اللهم اجعلنا اخوه متحبين، واجعلنا في الاخره على سر متقابلين صادقين، وانت ارحم الراحمين يا رب العالمين. اقول اخوتي الكرام، لما علم عمر بن الخطاب ان الذي يملي من حفظه هو، طبعا انتفخ. من الذي يتقدم الناس؟ هو أهل أم لا؟ قال له عبد الله بن مسعود، قال: فما زال يطفأ ويسرع عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها. ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. شوف انظر الإنصاف أيضا. ثاني أيها المغربي النبيل، أنت والله علامة على نبل أهل المغرب وصدق أهل المغرب. الله يرضى عنكم. ما أدري، كلكم أزهلتموني بما فيكم من سمات النبل والخلق الحسن. اللهم أدم عليهم الخير والصحة والعافية، واجعلهم نصراء لدينك يا رب العالمين. أما أهل مصر، أهل الكنانة، تعرفون الجميع، رأيتم كيف يدافعون عن الدين ولا يتوانى منهم أحد. اللهم مكن للجميع لنصرة دينك. أقول إخوتي الكرام، قال عمر: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. أما أهل الشام، إذا فسد الشام فلا خير فيكم. رأيت؟ حفظك ربي يا أحمدي، كلكم أهل خير، حفظكم ربي. قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين، أنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يا لها
من منقبة لا تدانيها منقبة، يا لها من منقبة لا تدانيها منقبة. ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله يقول: سل تعطى سل تعطى. قال عمر: قلت والله لأغدون إليه فلأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقاني إليه، فبشره والله ما سبقته إلى خير قط إلا سبقاني إليه. الله أكبر. شوف أيضا كيف الاعتراف بفضل الفاضل والإذعان إلى مكانته العليا التي لا ينازع فيها أحد. هو علم أنه لا يسبق، خلاص أبو بكر جعله الله خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سبق له، ما في أحد يسابقه بحال من الأحوال. وهنا قد نقول القصة تعددت، لأن في الأولى كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. قال: سل تعطى سل تعطى. وهنا كان يقول، كان يدعو ويقول: كان يدعو ما يقول. فهنا ما في مخالفة في الدعاء، نعم، فتكون القصة واحدة. ولأنه فيها زيادة أنه قال: من سر أن يأخذ القرآن غدا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فترى هنا الآن أولا إظهار فضل الفاضل، لأن الناس لابد تلتف حوله. إظهار فضل الفاضل، لأن إظهار فضل الفاضل عجب، لابد أن يلتف الناس حول الفاضل. والأمر الثاني الاعتراف بفضيلته. الأمر الثالث النصيحة لهم أنه الأمكن فارجعوا له. لا لا لا، أنتم في كل الخير يا أكرم رضي الله عنكم، كل أهل مصر فيها الخير، حفظكم ربي. ثم قال: لا أبشرنه. وهذه مسألة ثانية، وهي بشارة الخير، أن تسعى إلى أن تبشر أخاك بالخير، كما فعل أبو بكر، وكما فعل ابن عباس لعائشة، كما فعل أيضا من جاء صارخا لعمر بن الخطاب بفتح قنسرين، وأيضا فتح كسرى وقيصر. فالبشارة بالخير إدخال السلوى على المسلم. من أصدق الإيمان أن تكون مؤمنا حقا، أن تسعى سعيا حتى أن تدخل السرور على المؤمنين والمؤمنات. وفيها أيضا المنافسة على الخيرات، فقد سابق أبا بكر لكنه لم يسبقه، وعلم أنه لن يسبقه، وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. همة راقية ورفعة في 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 الطلب، لذلك جعل الله هؤلاء يتنافسون في الخيرات، يتسابقون فيها. ونعم ما يحبه الله جل وعلا، إن الله يحب معالي الأمور. لا إله إلا الله. الإذعان على تقديم الفاضل على المفضول، الإذعان بتقديم الفاضل على المفضول. الفوائد المستنبطة: الغضب من تصدر الجهلة، ودي الديانة، عشان كده قالوا لي: أنت بتفرق بين الواعظ والعالم، أنت بتحط من أقدار الأفاضل. قلت: أعوذ بالله، وأنتم تلبسون على الناس وتخلطون وتكذبون على الله، لما قدمتم الواعظ في مقام العالم؟ تلبسون على الأمة، تضيعون الأمة، لابد أن تضع شيء في موضعه. شدان محمد رسول الله. رضي الله عنك يا أبو صالح، جزاك الله خيرا، حافظك ربي. يا رب يرضى عنك، الله يحفظك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك، ويجعلك دائما ناشرا الخير ناصرا له. شدان محمد رسول الله. الله أكبر. الشيخ العفاني هذا نعله فوق الرأس تاج سيدنا، وهو تلميذ لساداتنا، أو استغفر الله قرين لساداتنا الأطباء الستة في اسكندرية. أشهد أن محمد رسول الله. الفائدة الثانية: حسن الأدب عند الكلام على الأفاضل، حسن الأدب عند الكلام على الأفاضل. وده فعل عمر بن الخطاب اللي هو سيد الناس في وقته. لا حول ولا قوة. فضل التنافس في الخيرات مع الإذعان للفضل بالفضل لأهل الفضل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.